بعد عودة سوريا لجامعة الدول العربية، وفي الوقت الذي يحاول فيه العرب إعادة العلاقات مع بشار الأسد، لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية إخفاء غضبها مما يحدث، إذ سارعت في اتخاذ عدة خطوات لمحاربة ذلك التطبيع. وكان من أبرز تلك الخطوات القرار الأخير الذي طرحه أعضاء الكونغرس بسن قانون يحمل عنوان محاربة التطبيع مع نظام الأسد. فما قصة ذلك القانون؟ طرح نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قانون لمواجهة التطبيع الجاري مع نظام بشار الأسد، وتحذير الدول والشركات أيضا من التعامل معه. وبحسب وكالة رويترز، فإن مشروع القانون الأمريكي يهدف إلى ردع أي جهة تحاول التطبيع مع الأسد، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات. ولتبرير ذلك المشروع، قال مقترح المشروع وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايك ماكول، إن بشار الأسد وداعميه من روسيا وطهران يواصلون ارتكاب أفعال رهيبة بحق الشعب السوري، فضلا عن تهديد الأمن الإقليمي، مشيرا إلى ضرورة تحميل النظام السوري ومعاونيه مسؤولية ارتكاب هذه الوقائع، وليس الترحيب بهم مجددا ومن دون شروط في المجتمع الدولي. ويتضمن القانون الأمريكي منع الإدارات الأمريكية من الاعتراف بأي إدارة في سوريا يرأسها بشار الأسد، ومعاقبة أي جهة تقدم له دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا. ويطلب مشروع القانون من وزير الخارجية الأمريكي تقديم تقرير مفصل سنوي عن مجمل ما يقوم به نظام الأسد من تلاعب وسرقة بالمساعدات. وللحد من تحركات الأسد، جاء في القانون معاقبة المطارات التي تسمح لهبوط خطوط الطيران المملوكة من قبل نظام الأسد، سواء كانت عامة أو خاصة. أما عن إقرار القانون من عدمه، فإنه لم يتم التصويت على القانون بعد، وإنما فقط طرحه من قبل أعضاء في مجلس النواب لمناقشته قبل التصويت عليه. وبحسب السورية دوت نت، فإن مشروع القانون بعد طرحه في مجلس النواب تتم دراسته ومناقشته من قبل الأعضاء، ثم يعقب كل نائب على القانون، سواء بطلب حذف إحدى المواد أو إضافة مادة، وعقب المناقشة يتم التصويت عليه. وفي حال إقراره في مجلس النواب، ينتقل إلى مجلس الشيوخ لتتم المصادقة عليه قبل أن يتم توقيعه من قبل الرئيس الأمريكي ويصبح قانونا نافذا. وحول احتمالية تمرير القانون، فإنه لا أحد يعلم حتى اللحظة إذا كان سيتم تمرير القانون أم لا، ويعتبر المحللون أن هناك صعوبات في تمريره، أبرزها وجود جماعات ضغط لنظام الأسد وموسكو وطهران والدول المطبعة معه في أمريكا.